إنجر شاب من دولة نيجيريا لم يتجاوز عمره 25 سنة، يبدي حماسا كبيرا خلال مشاركته في منتدى الشباب الإفريقي، وأمله كبير في أن يسهم هذا الحدث في تحقيق طموحات شباب القارة. أعطتنا الجزائر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب وتبادل أيضا الأفكار وحتى الفرص. لذلك كما نعلم أن العديد الشباب في بلدي يعاني من البطالة، لذلك يمكنني أخذ هذه التجارب ليستفيد منها الشباب في بلدي. وعلى غرار إنجر، يحمل الشباب الإفريقي الحاضر في المنتدى رؤى وأفكارا يتم مناقشتها هنا عبر ورشات متنوعة المجالات. نحن نعمل على التعاون والحوار حول تطوير الشباب الإفريقي الذي يعد حجر الأساس. ناقشنا مع بعض كيفية التعاون وأخذ هذه النقاشات لمبادرات ما بعد المنتدى إن شاء الله. كانت في إطار هذه الندوة التي تحتضنها الجزائر، كانت سنين الجزائر اتفاقية مع الاتحاد الإفريقي، نظن هذا شيء إيجابي راح يكون يعني يجيب زيادة للشباب الجزائري خاصة والشباب الإفريقي بصفة عامة. عبر هذا المنتدى تواصل الجزائر مساعيها لمرافقة الشباب الإفريقي وفتح أمامه آفاقا مستقبلية جديدة.